الأول من خلال اللقطة الثابتة. دروغبا باتجاه المرمى والعارضة تتدخل والحارس يتصدى، لكن ماذا يقول حكم اللقاء؟ يبدو أنه يشير إلى تجاوز الكرة لخط المرمى، والتراميزي يستقبل أول أهداف اللقاء، والجماهير سعيدة برغم ذلك، تشجع الهداف الكبير الهداف الإيفواري ديدييه دروغبا. تصويبه في غاية الروعة، قلنا دروغبا وكراته الثابتة هي قمة الخطورة، هي الكرات التي دائما ما يأتي منها أهداف بهذه الطريقة. وربما يعني هنا الحارس التلاميذي لم يكن موفق، هل الكرة اجتازت خط المرمى؟ عموما الهدف احتسب، وديدييه دروغبا يمضي أول أهداف الجولة.